لقلب سي ما توقفت ولا يوم عن التطور، ومصممي الأزياء بحاجة دايماً لعرض أفكار وتصاميم. إيليبلز منصة إلكترونية بتفتح مجال لكل صاحب موهبة بتصميم الأزياء لعرض إنتاجه عبر الإنترنت. هاي نور الدين، كيفك؟ هاي، how are you؟ عرفنا شوي أكثر عن حالك وقولك قديه موجود بالإمارات. اسمي نور الدين، إلي تقريباً 20 سنة بالإمارات، درست هون وخلصت جامعة في الإمارات، فتحت أول شركة بـ 2013، بعدين 2015، بعدين 2016. خلينا نحكي لكن أكثر عن إيليبلز، نفسر للأشخاص اللي بعد ما بيعرفوا عنا. إيليبلز منصة أزياء، إي كوميرس، مول بيحوي أكثر من 500 براند للشباب والبنات والأطفال، فاست فاشن اللي هو الميد كلاس. طيب الفكرة اجتك من وراء تجربة شخصية يمكن أنت عشتها، أم حبيت تفتح كمان شركة غير الشركة اللي فتحتها؟ بال 2015 أسست براند لإلي اللي هو التي شيرت براند، واحد من أحسن البراندات اللي شغالة الحين على إيليبلز. فبعد 4 شهور ما أسستها حسيت إنه لازم منصة أكبر من البراند عشان تبيع البراند، فإجت فكرة إيليبلز عشان أنجح البزنس اللي قبله. حلو. وفعلاً هاي من هون إجت كبرت الفكرة أضعاف أكثر ما. نور الدين، بالنسبة لمصممي الأزياء الموجودين على منصة إيليبلز، هل هن ممزوجين بين عرب وأجانب؟ وكيف عم بتلاقي الزبونات اتجاهاتهم أكثر لوين؟ إحنا البراندز اللي عندنا هي تشمل بين الانترناشنال واللوكل، بس تركيزنا عندنا تركيز كبير على اللوكال براندز، احنا المنصه الوحيده اللي تحتضنهم كلهم، وحتى لو البرودكت ما كان جاهز دائما نساعدهم لغايه ما يكون جاهز. عندنا اكثر من 16 براند فتح وبدا في يبيع في إيليبلز، والمنصه الوحيده اللي يبيع عليها. نور الدين، قلت لي انه انتم اكثر شيء بتدعموا المواهب او اللوكال بزنس، فكيف عم بياثروا هدول بتطوير إيليبلز، وكيف انتم كمان عم بتاثروا بالبزنس تبعهم؟ احنا اهم جزء من الفكره تبعت إيليبلز ان اي مصمم او صاحب فكره لها علاقه بالفاشن، بدل ما يروح يفتحوا محل، بدل ما يروح يفكروا كيف حيبيعوا البرودكت، هم شغلتهم يصمموا او يسووا البرودكت which is what they're good at، هذا اللي منيح. they come to إيليبلز بالبارتنرشيب اللي بيننا وبينهم، they need to do nothing، بس يجيبوا البرودكت نحن بنصور، احنا we will do everything and we will make sure انه بيبيعوا، واحنا وي تيك كير اوف ايفريثينج ايلس من الستورج لغايه ما ينباع لغايه ما يرجع لغايه ما نعمل ديسكاونت كامل، كانه فتح محل هو يركز بعمل البرودكت نحن نركز ببيعه، وهيك بتكون وين وين سيتويشن. لازم ذيس از وين وين سيتويشن، وفي كثير بزنسز بدات وفتحت وكبرت مع إيليبلز. بدات مع إيليبلز من اكثر من سنه، واليوم صارت شركات فيها اكثر من 6-7 انفار كل واحده منهم. منصه إيليبلز هي المنصه الوحيده اللي فعلا الفاشن براند ممكن يقدر يبيع عليها بطريقة ممكن يكبر منها. طيب خلينا نحكي هلأ أكثر عن التحديات اللي واجهتك أنت وعم بتأسس إيليبلز. تحديات من كل الأنواع طبعاً، أهم تحدي هو الفندنج وأصعب تحدي، ثاني تحدي فهم الريجن. إحنا لسه بأول مراحل الريفولوشن اللي قاعدة تصير when it comes to tech وإنترنت. في misconception كبير، education تبع الانفسترز انه يفهموا اصلا what is being done، فهذا يصعب المهمة اكثر. طيب كيف عم تستفيدوا ماديا من هيدا البزنس؟ احنا طبعا ناخذ مارجن من البراندز والسبلايرز، احنا مثل البارتنرشيبس، it's actually partners، غير عن الطريقة اللي بتشتغل فيها المواقع الاخرى، لان احنا profit sharing بيننا وبين الشسمة، it's a partnership بيننا وبين البراندز. نور الدين، من وراء تجربتك الخاصة، شو بتنصح الأشخاص اللي عندهم أفكار بس بعدهم مترددين يبلشوا شركتهم الخاصة؟ هلا أغلب الناس حتقول لك إنه yes go ahead and start and وما عليكم and it will work out. أنا my comment اليوم اللي تبدأ فيه whatever it is اللي حتعمله لازم تفهم إنه حيكون 10 مرات أكثر من الشغل أو أي وظيفة أي واحد ممكن يكون. An entrepreneur life is على الأقل 10 times more work عن أي وظيفة، لأن كل حد في كتير ناس بيقول لك بدي أبدأ شركة مش عشان الفكرة، عشان يطلع من الوظيفة. ف the day the entrepreneur or that person decides إنه أنا جاهز إن أحط كل وقتي الفكرة حتزبط. ف until that day then do it.
طيب وين بتشوف إيليبلز بالمستقبل؟ خلينا نقول المستقبل القريب والمستقبل البعيد. إن شاء الله المستقبل القريب إحنا we want to be the يعني number one بالريجن. إحنا أول شركة بالعالم توصل للعراق. ف and we own العراق market actually يعني we تعريف أونلاين في العراق اسمه إيليبلز. فالحمد لله we succeeded in that. إحنا already نشحن globally. فالبلان إن إحنا نكبر market by market. طيب ليش بقى اختيارك على الإمارات خاصة دبي لتبلش منها إيليبلز وأيها أكثر أسواق أنتم مخصصين فيها؟ أول شيء دبي أحسن حاليا في الوقت اللي إحنا فيه أحسن مدينة للستارت أب من ناحية القوانين من ناحية التسهيلات من ناحية فتح البنوك كبداية بزنس جديد مش ما does not know شو لازم ينعمل أسهل مكان هو دبي بدون شك. تاني شيء أنا كنت موجود بدبي لما بدأت الفكرة. So that's why قررنا أن نفتح بدبي. كيف توصف نجاح شركتك اليوم؟ ما بوصفها بالنجاح لسه. I think لسه بلشنا أول الطريق. إحنا عملنا 18 شهر أو 19 شهر فلسه بأول الطريق. الحمد لله كبرنا بسرعة. وإن شاء الله الخمس سنين الجاية اللي هي do we actually make a difference على ال bigger level ولا لا. إيليبلز الاسم من وين اجى؟ والله هو very simple. label معناها براند. labels براند وإي it's online brand. online brand. it's very simple يعني. بس الاسم بالانجليزي كان بال on purpose عشان ان شاء الله one day when we go مش one day we are already selling global عشان لما نروح global البراند نيم will make sense. ما يكون شيء عربي that makes absolutely no sense. فالفكرة الاسم من البداية that one day نكون global فالاسم بالانجليزي. إن شاء الله من تقدم لتقدم وشكرا لك نورد. Thank you رن. لا شك إنه مظهر كل شخص بيتأثر بطريقة لبسه وبيعكس شخصيته. إيليبلز بيفتح فرص كبيرة لكل مصمم حبي بيوصل أفكاره الأنيقة للمستهلك.